والله الفيلم لايت كوميدي لطيف، ميكس ما بين جيلين، جيل خبرة متمثل في الأستاذ عمرو عبد الجليل، أستاذ محمد محمود بدرية، الجيل الجديد متمثل في أحمد سلطان، ريم المصري، مش عايز أنسى حد، بس مجموعة شباب هايل جدا جدا جدا. الميكس ده عامل طعم لذيذ وعامل ملاطفة ما بين الجيل الجيلين، الجيل القديم والجيل الجديد، ده باين في الفيلم، وان شاء الله باذن الله الناس تستطعمه وتلاقي مردوده عليه، ويا رب تنبسطوا. يعني هو ايه عرض الفيلم بقى؟ شايف ازاي المنافسه والايرادات في الفيلم اللي هو شايف الموضوع ايه؟ ما ان الفيلم يحقق ايرادات عاليه ويكسب شعبه كبيره جدا من الجمهور. طبعا مهم جدا، يعني حاجه مهمة إن شاء الله ربنا يكرمنا، والإيرادات دي في الآخر بتاعت ربنا. أنت ماشية في ظروف كلها صعبة، ديك شايفة الدنيا حوالينا صعبة، يا رب الفيلم يكون بارقة لطف أو متعة بسيطة للمواطنين، يخفف عنهم ضغط الحياة ويرجعوا يكملوا حياتهم تاني. والله الصعوبات طبعا ازاي الكوميديا كلها صعوبات، عشان تعرف تضحك حد، الشعب المصري شعب ضحوك، شعب عشان تعرف تضحكيه انت ما ينفعش تضحكي عليه، انت لازم فعلا تضحكي بالقلب، فبناخد مننا افورت جدا عشان نطلع الحاجه من القلب، وبنختار دايما الطرق السهله البساطه واليسر. يعني حتى الفيلم لما تتفرجي عليه ان شاء الله هتحسي انه ما فيش ضحك مفتعل، ضحك بسيط، ما فيش يعني زي ما بقول ما فيش حرق قوي عشان خاطر اضحكك، لا ده بالبساطه خالص. ان شاء الله تضحكوا وتنبسطوا معانا ان شاء الله. يعني من وجهه نظرك احنا شايفين ان الفيلم هيبقى حلو؟ يا رب ان شاء الله. ان شاء الله نصيحتي لأحمد سلطان يخليه زي ما هو سلطان، أحلى حاجة فيه إنه طبيعي، يعني مش مفتعل، عنده درجة وعي لطيفة جدا 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 بالنسبة لسنه، يعني مش أي ممثل بيقرا اللاينز يفهم المضمون بتاعه، يفهم إمتى يضحك، يفهم إمتى يأثر على اللي قدامه، يفهم إمتى يوصل رسالة الفيلم. سلطان رغم سنه الصغير إلا إنه ممثل واعي، يعني بيسمعني كويس، بيسمعني كويس، بيسمع المؤلف كويس، فدي دي دي نقطة مهمة جدا لأي ممثل، وهو بالتالي عنده العوامل دي وعنده العناصر دي، وإن شاء الله هو لو استمر على كده هو ما يتخافش عليه، ده هو نجم كبير يعني جدا. والله ربنا يسهل، احنا في مشاريع لطيفة قاعدين عليها، مشروع للأستاذ أحمد أبو زيد ربنا يكملوا بالخير، يعني اسمه وش سعد، قاعدين عاكفين عليه دلوقتي وربنا يسهل يعني ويطلع وش سعد. الله يخليك، الله يخليك، ميرسي يا فندم، ميرسي يا فندم.